مرحبا ويعطيكم العافية. وصلنا لسؤال فلكي جديد، واليوم سؤالنا الفلكي هو فلكي نوعا ما، لأنه رجعنا للأسئلة الصعبة. وسؤالنا الفلكي اليوم بيحكي مين هو الكوكب اللي بتحتاج إنه يلف حوالين حاله لفة كاملة، يعني حوالين المحور 10 ساعات فقط. يعني مش سؤال سهل صراحة. الأرض طبعا بتاخذ 24 ساعة. خلينا نشوف، نسأل الناس ونشوف إذا بيعرفوا أي كوكب بلف حوالين حاله بعشر ساعات مش ب 24 ساعة. يلا. المشتري. هو المشتري. ايش هو؟ انو بركان هذا؟ هاي هدية من رؤية، شكرا لك. هو أي كوكب بلف حوالين حاله 10 ساعات؟ بكون لاف على الأرض 24 ساعة صح؟ هو بلف ب 10 ساعات. ما عندي فكرة، هو جوبيتر؟ ما هيك جاوبته. هاي إلك محمد، كل عام بخير. بخير. الأرض لتلف حوالين حالها لفة كاملة قد ايه بتاخذ وقت؟ يوم. هي 24 ساعة. 24 ساعة. في كوكب ب 10 ساعات بلف. مين هو هذا الكوكب؟ كوكب بلف 10 ساعات؟ تخيل نهاره 10 ساعات. أعطيكي هيك كوكب. هديتي لإلك هاي. لا هو عكس زحل، يعني بالأبراج هو عكس زحل. زحل الإشي الضغوطات والمشاكل، هو لإشي تاني معاكس. اللي عم بقرب لك يا بغششك، ما في تغششوها أنتو كمان. هو أكبر كوكب. مشتري. يا سلام، والله كنت بدي أجاوب المشتري بس. وهاي إلك يا تهاني من رؤيا. بدي اسالك سؤال، هلا الارض حتى تلف حوالين حالها لفه كامله قد ايه بتاخذ وقت؟ 24 ساعة. يوم يعني. طب في كوكب ب 10 ساعات ماله بلف حوالين حاله، يعني يومه 10 ساعات. اضروي لك كوكب، كوكب كثير مهم. مريخ. كثير مهم. زحل. في كوكب 10 ساعات بلف حوالين حاله، ايش هذا الكوكب؟ 10 ساعات. فكري منيح، هو كوكب سهل لانه دائما هو مهم. الشمس نجم مش كوكب، هو كوكب كبير. لا لا زين قربتي، يلا بدي اربحك، بتهمك كثير الهديه. بدي تفكر منيح، انا راح اعطيك options او راح اعطيك مساعدات بالسؤال. شرب حكي دي اليوم. مرحبا. الارض قد ايه بدها لتلف حوالين حالها وقت؟ سنة. حوالين حالها 24 ساعة. مزبوط. بس مش هذا السؤال. السؤال بيحكي في كوكب بلف حوالين حاله بعشر ساعات. ما بعرف. كوكب حلو. لا بدي، انا بدي تفكر فيه، ما تقول ما بعرف. هم كلهم 8 كواكب، اطرق لك هيك اسم بلف حوالين حاله بعشر ساعات وكبير مش صغير. مشتري. شايف حظك منيح اليوم. لا. وهي لك هديه من رؤيا، كل عام بخير. اي كوكب بلف حوالين حاله بعشر ساعات؟ 10 ساعات. عطارد. لا مش شرط يكون أصغر واحد. لا لا مش هذا، هو موجود قديم. الشمس. الشمس نجم. ضل معك هذا، اصبر شوي خليني أعطيك مساعدة. اصبر. اصبر الجدي ما بصبر. هو أكبر كواكب المجموعة الشمسية. بلوتو. هذا اليوم ما بده يفوز. ميم. مشتري. شايف ما اسهله؟ وهي حنان الك هديه من رؤيا، كل عام وانتم بخير، يعطيك العافيه. شكرا. شو بدك كرم صراحه؟ كوكب، كوكب الناس بتحبه، الحظ. مش متذكره بصراحه. كوكب الحظ اللي بيستنوه الناس كل سنه يوصل عندهم. هلا موجود هو موجود ببرج الجدي هلا. ميم.
الارض لتلف حوالين حالها قد ايه بدها كم من ساعه؟ دوره كامله 24 ساعه. يا سلام. في كوكب بده 10 ساعات ليلف حوالين حاله. يعني نهاره 10 ساعات. مين هو هذا الكوكب؟ اعطيك هنت. اعطيني. اكبر كوكب المجموعه الشمسيه، ومش الشمس لانه الشمس نجم. اكبر ما المشتري معقول؟ ليش مش معقول؟ مش عارف، بحس حاسس انه المشتري بس مش عارف معقول. وهي لك يا حسين. ها لا انت بخير، هاي هديه من رؤيا. كان ناقص احكي لها اياها بس. حرف الميم. ما بعرف اخر. طب فكري. ناسي الاسماء. حرف الميم. ميم. مشتري. زغرت. هاي هديه لك من رؤيا، كل عام انت بخير. اوكي. اكبر كوكب المجموعة. لا لازم تعطيني خيارات، يعني شوي معلوماتي بهي الامور مش بزياده. طب انت ايش في كوكب، بما انك انت بتحكي لي هلا بتحكي على الابراج كثير، في كوكب الناس بتستناه دائما؟ المشتري. كوكب انا راح يدخل على برجي الجدي. لا دخل وخلص. دخل ما هو 2/12. بس شو وضعنا هاي السنه؟ اي عشان بدي اربحك جائزه هلا حتى افرجيك انه الحظ العاثر راعي المولود الجدي يا امجد. كل عام انت بخير حبوبي. انت بخير حبيبي. العافيه. هلا في كوكب بده 10 ساعات بس، تخيل على السريع. 24 ساعة؟ لا دورة كاملة ب 10 ساعات. 10 ساعات حوالين حاله مش حوالين الشمس. حوالين حاله. مع انه هالكوكب هو اكبر الكواكب المجموعة الشمسية. تمام. المشتري. يا اخي ذكي الولد ولا لا؟ يعني. جهاد كل عام بخير، هاي هدية من رؤيا. إذا سألنا سؤالنا الفلكي عن مين هو الكوكب اللي بيلف حوالين محور تبعه بعشر ساعات، وساعدنا كثير الناس اليوم لأنه إحنا بفترة الأعياد وحابين الكل يفرح والكل ينبسط. إذا هو المشتري اللي بيلف، وأكبر كواكب المجموعة الشمسية بيلف حوالين محوره بعشر ساعات فقط، ولكن بأخذ حوالي مدة 26 سنة ليلف حوالين الشمس. هذا كان سؤالنا الفلكي لليوم لسؤال فلكي جديد. استنونا الأسبوع الجاي.